السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في هذا الدرس هذا اللي ربما شحال من واحد كيجي شوية صعب. إن شاء الله في هذه الحصة هذه ولا في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا أن احنا نبسطوه لأبعد أبعد الحدود إن شاء الله. دونك إلا كنتي جديد في القناة ما تنساش أنك تضغط على سبسكرايب باش أنا يوصلك الفيديوهات الجداد. بطبيعة الحال أنا غادي ندير مراجعة إن شاء الله للوطني باك 2022، إن شاء الله كل شيء غادي يجيبو بالنقطة اللي بغى إن شاء الله. نبداو. سو أول حاجة نعرفوا الكونديشنالز اللي حنا غادي نخدموهم اليوم إن شاء الله. سو غادي نخدمو كونديشنال تايب 2 وكونديشنال تايب 3. السبب علاش ما خدمتش 0 و 1 لأنه ما كيتحطوش في الوطني، دونك ما كاينلاش أنني غادي نمشي نبرزط راسي بشي حاجة ما غاديش تتحط، وديجا عندنا بزاف ديال الدروس. أوكي نبداو أن حنا نخدمو واحد بحال قلنا مقارنة ما بين كونديشنال تايب 2 وكونديشنال تايب 3. نتمنى انكم ما تبقاوش تدوزوا في الفيديو باش تقدروا تفهموا. فيديو ما يكونش طويل بزاف، دونك ماشي مشكل ناخذ واحد 10 دقائق من وقتي باش نفهم شنو هو الكونديشنال. اوكي سو هنا شنو هو الكونديشنال تايب 2؟ سو في الكونديشنال تايب 2 وي وونت تو تشينج ا سيتويشن ان ذا بريزنت، دونك حنا ما كرهناش نبدلوا واحد الحاجه واحد لا سيتوياسيون في البريزون. اوكي اند اوف كورس وي ويش ذا اوبوزيت اوف ذس present situation. يعني حنا مثلا انا دابا عييت غادي نقول اه كون غير ما كنتش عيانه، دونك هنا كنتمنى العكس نتاع هادشي اللي انا فيه دابا في البريزون. اوكي باغ كونتر الكونديشنال تايب 3 وي وونت تو تشينج ا سيتويشن ان ذا باست، بغينا نبدلو واحد الحاجه في الماضي. دونك انا كنت جالسه مع ليا ما بيا طاح في بالي واحد الحاجه كانت وقعات في الماضي وانا ما حملتهاش وقلت كون غير نرجع ونبدلها ديك الحاجه. دونك هاد كون غير نرجع لديك الوقت ونبدلها هو conditional type 3. طبيعة الحال it's impossible، بجوجهم impossible، غير كان ايماجينيو. اوكي غير type 2 كان ايماجينيو العكس نتاع داكشي اللي حنا فيه في البريزون، والكونديشنال تايب 3 كان ايماجينيو العكس نتاع داكشي اللي وقع في الماضي. اوكي اند اوف كورس وي ويش ذا اوبوزيت اوف ذا باست سيتويشن، يعني كنتمنوا العكس نتاع داكشي اللي وقع في الماضي. اوكي سو كونديشنال تايب 2 كنهضروا في البريزون، كونديشنال تايب 3 كنهضروا في الباست. دونك الحاجه اللي كتجمع بيناتهم بجوج وعندهم نفس الحاجه هي انه فاش كتكون لانني انا كنطلب العكس كنتمنى العكس نتاع داكشي اللي انا فيه، دونك فاش كيكونوا هما نهار الوطني الجمله اللي عاطيني الا كانت في البوزيتيف فورم او لا في النيجاتيف فورم، دونك نفترضوا ها كاينه في النيجاتيف فورم اوتوماتيكمون غادي ترجع ليا ديك الجمله اللي انا غادي نردها للكونديشنال غادي خصها ترجع بوزيتيف لاني كنتمنى العكس. اوكي بحال مثلا اي ديدنت ورك غادي ترجع اي هاد وركت. اوكي يعني غادي يرجع للبوزيتيف فورم alright اللي هو الافيرماتيف، بوزيتيف فورم هو افيرماتيف فورم والعكس صحيح. فاش كنلقى مثلا اي وركت غادي ندير اي هادنت وركت مثلا يعني نيجاتيف. اوكي كنعكس الجمله ديالتي. سو هذا الشيء هذا غادي نشوفوه بالتمارين وهما اللي غادي يوضحوا، يعني نبقى نشرح لكم حتى نعيا هنايا، التمارين هما اللي كيعززوا وكيخليوا الحاجه انها تبقى لنا في الدماغ. اوكي قبل ما ندوزو بطبيعه الحال التمارين غادي نعرفوا الصيغه ديال هاد الكونديشنالز هادو كيفاش تيكونوا شنو الفرق بيناتهم. بالنسبه للكونديشنال تايب 2 كيكون عندنا اف زائد سيمبل باست زائد وود زائد الانفينيتيف. في الكونديشنال خصنا نعرفوا انه دائما تيكونوا عندي جوج ديال الجمل، يستحيل تكون عندي جمله وحده في الكونديشنالز. علاش؟ لان كتكون واحد الجمله ديال الشرط اللي هي اف كيكون عندها الفعل ديالها، الفعل ديال هذيك الجمله الشرطيه اللي فيها اف تيتصرف ليا في سيمبل باست. عاد الجمله الاخرى اللي غادي تنتج على ديك الجمله الشرطيه بالطبع كيخص يكون وود، الفعل ديالها يكون فيه وود زائد الانفينيتيف. سو شنو قلنا؟ الفعل اللي كاين في ديك الجمله اللي فيها اف تيخصو يتصرف في الباست سيمبل، الجملة الأخرى كيكون would زائد الانفينيتيف. ندوزو دابا الكونديشنال تايب 3، كتكون عندي if زائد past perfect زائد would have زائد past participle. بمعنى الجملة اللي كتكون فيها if كيخصها تصرف في الباست بيرفكت، الفيرب ديالها يتصرف في الباست بيرفكت، زائد الجملة الأخرى كيخص يكون فيها would have زائد الباست participle of the verb. So if plus past perfect plus would have
بلاس باست بارتيسيبو. سو كتلاحظوا الفرق بيناتهم هنا فاش يكونوا حدا بعضياتهم غتعرفوا الفرق. كونديشنال تايب 2 كنصرفوا الفيرب الاول اللي في الجمله اف في سيمبل باس، والفعل الاخر كنديروا ليه وود زائد الانفينيتيف. كونديشنال تايب 3 كندير ديك الجمله اللي فيها اف كنصرف الفيرب ديالها في الباس بيرفكت زائد الجمله الاخرى كندير وود هاف زائد الباست بارتيسيبو. ندوزو لبعض ديال الاكزامبلز. If I had money, I would buy car. يعني إلا كانوا عندي الفلوس غادي نشري طوموبيل، ولكن أنا ما عنديش فلوس دونك ما نشريش طوموبيل. If I had done my homework, the teacher won't have punished me. لو كان أنا كنت درت الهومورك ديالي التمارين ديالي الأستاذ ما كانش غادي يعاقبني. If I trained hard, I would win the competition. كنت تدربت مزيان كنت غادي نربح، ولكن ما تدربتش مزيان دونك ما غنربحش. If I had revised well, I won't have failed the exam. لو كان راجعت مزيان ما كنتش غنسقط في الامتحان. دابا غادي ندوزو للتمارين اللي هما فريمون غيبينوا لكم البساطه نتاع هاد الدرس، وغير هادشي اللي دوزنا دابا كيبان لكم معقد، ولكن فاش غندوزو للاكزرسايسز غادي يولي الصوره واضحه لينا بزاف. ها هو الاكزرسايز ديالنا. دابا حلو معايا عينكم مزيان مزيان. نهار الوطني بحال هكا كتلقاو الجمل، كتلقى جمله وبادين لك لتحت باف قال لك عاود تكتب هذيك الجمله ولكن باستخدام اف. So he doesn't know English, so he can't get a better job. السؤال اللي ممكن غطرحوه دابا في هذه اللحظه، باش غادي نعرف واش غادي ندير conditional type 2 اولا غادي ندير conditional type 3؟ بكل بساطة الإخوان، هاد الجملة ديالتي كنشوف الأفعال ديالها فاش مصرفين. سو عندي doesn't know فاش مصرفة ليا في simple present، can't get فاش مصرفة ليا في simple present. دونك الإخوان فاش تكون ديك الجملة اللي عاطيني مثلا نهار الوطني الأفعال ديالها مصرفين في simple present، إذن أنا غادي ندير conditional type 2. إذن أنا غادي نبدل، وبغيت نتمنى أنني نبدل واحد لا سيتياسيون في البريزون. دونك هنا عندي البريزنت، دونك عندي كونديشنال تايب 2. شنو غادي ندير؟ الصيغة نتاع كونديشنال تايب 2 قلنا أننا غادي ندير إف زائد الفيرب ديالي غادي نصرفه في السيمبل باست، والأخرى غادي ندير فيه وود ولا كود. سو إلا كانت عندنا الجملة فيها المودل فيرب كان، كنديرو كود في بلاصة ديك وود. صافي، نشوفوا هاد الجملة كيفاش دايرة. If he knew English, he would get a better job. So غتلاحظوا أنني درت if زائد subject بطبيعة الحال ما كنساوش، زائد الverb عندي doesn't know مصرفة ليا في simple present في negative form. دونك أنا رديت داك الverb في past simple في positive form. داكشي علاش ما كانش عندي negative هنايا، لأني كنعكس، إلا كان positive كنردو negative، وإلا كان negative كنردو positive. Okay؟ Alright. So he knew. If he knew English, لو كان تعرف لونجلي he would get a better job. كان غادي يحصل على عمل أفضل. الجملة الثانية. She didn't go to school, so she didn't meet her friends. So شنو عندي هنا الأفعال ديالي؟ فاش مصرفين ليا؟ مصرفين ليا في simple past. Very good. دونك فاش كيكونوا عندي الأفعال اللي في الجملة اللي هما يعطيني نهار الوطني إن شاء الله مصرفين ليا في simple past، إلا وأنه ما كرهتش نبدل واحد لا سيتوياسيون في الماضي، إذن أنا غادي ندير conditional type 3. conditional type 3 الصيغة ديالتو شنا هي الإخوان؟ if زائد داك الverb كيخصو يتصرف في الباست بيرفكت زائد الverb الاخر كيخصني ندير would have زائد الباست participle. سو نشوفو الجمله كيفاش غتكون. If she had gone to school yesterday, she would have met her friends. اوكي، سو عندي didn't go في negative form في الباست، غترجع ليا في الباست بيرفكت في البوزيتيف فورم حيت كنعكس. اوكي، she would have met her friends. alright good. so دابا غتكونوا فهمتوا لحد الان، بدات كتوضح لكم الصوره. دونك كنتمنى انكم كل جمله ديروا بوز حتى تخدموها، وعاودوا تلقوا الفيديو باش تشوفوا الجواب الصحيح، لانني نجلس قدام البيسي ونبدا نشوف التمارين كيتحلوا هكاك بوحدهم بلا ما نستخدم حتى شي شويه ديال الطاقه ديالي، ما غاديش نستافد. صافي، يلا حاولوا انكم تهزوا ورقه وستيلو حداكم وبقاو ديروا بوز للفيديو حتى تصاوبوا الجمله وشوفوا التصحيح ديالها. 3
It was cloudy yesterday, يعني كانت ضباب البارح, so we didn't enjoy the sun, ما استمتعناش بالشمس. So هنا عندي الأفعال ديالي مصرفين في simple past, دونك أنا باغي ندير ولا باغي نبدل واحد لا سيتوياسيون في الماضي, إذا عندي conditional type 3. So الجواب غادي يكون هو if it hadn't been cloudy yesterday. So هنا عندنا yesterday, حتى نسالي هاد الصفحه ونصححها لان الا صحيت هذا بيطلعوا لكم الاجوبه كاملين. So if it hadn't been cloudy yesterday we would have enjoyed the sun. So لاحظتوا ان كانت عندي was في البوزيتيف فورم, رديتها hadn't been ورديتها في النيجاتيف فورم cloudy yesterday. So كانت عندنا didn't enjoy في النيجاتيف فورم, رديتها would have enjoyed في البوزيتيف فورم. 4. I am ill so I cannot take part in the race. So هنا الافعال ديالي مصرفين ليا في simple present, دونك غادي ندير type 2. الجواب هو if I wasn't ill I could take part in the race. نبغي نعطيكم واحد الملاحظة, عرفتي الا ما درتوش الا ما عكستوش, مثلا الا كان عندك البوزيتيف فورم وخليتيه بوزيتيف, او الا كان عندك النيجاتيف فورم وخليتيه نيجاتيف, خاصك تعرف انك كتبدل المعنى ديال الجملة. نشرح لكم. So عندنا I am ill, انا مريض. So I cannot take part in the race, ما نقدرش انني نتشارك في السباق. So عندي هنا if I was ill, الا درتي if I was ill I could not take part in the race. So هنا بحال الا قلتي كون ما كنتش مريض ما كنتش غادي نقدر نشارك في السباق, يعني بحال الا قلتي انا راني كنت مريض واخا كنت مريض شاركت في السباق, دونك كتعكسوا تماما المينين ديال الجمله ديالتك. 5 they have a lot of heavy bags, يعني عندهم بزاف ديال باجز يعني الشكارات عامرين ثقال, so they can't walk, ما يقدروش يتمشاو. so هنايا عندي الافعال مصرفين في simple present, so غادي ندير conditional type 2. very good. غادي ندير if they hadn't a lot of heavy bags they could walk. great. so قبل ما ندوزو نصحو هاد yesterday, كنتمنى يكون هاد الشيء يبدا كيوضح لكم. alright. 6 he didn't prepare for the test so he failed it, ما راجعش للتست so سقط فيه. alright. so هنا شنو عندي simple past, simple past بمعنى غادي ندير conditional type 3. very good. if he had prepared for the exam he wouldn't have failed it. again negative رجع ليا positive, positive رجع ليا negative, لان he failed it هذه مصرفه ليا في affirmative form او لا positive form, so خاصني نردها negative. negative غادي ندير wouldn't have failed it. 7 I wasn't at work yesterday, ما كنتش في الخدمه البارح, so I didn't finish the report, اذا ما كملتش الريبورت ديالي. so شنو غادي ندير هنايا, عندي النيج عندي الـ sorry عندي الباست, اذا غادي ندير conditional type 3. great. if I had been at work yesterday I would have finished the report, يعني لو كان كنت انا في الخدمه البارح كنت غادي نسالي الريبورت. 8 they don't have tickets for the concert, ما عندهمش لي تيكي للحفله so they can't go, ما يقدروش يمشيو. so عندي هنايا simple present, دونك غادي ندير conditional type 2. very good. if they had tickets for the concert they could go. 9 I didn't shoot it down because I didn't take my camera, هنا بغيتكم تفكروا واحد شويه قبل ما تجاوبوا. so هنايا ما صورتش داك طلوع ديال طلوع الشمس ولا الفجر because لانه I didn't take my camera, ما ديتش معايا الكاميرا ديالي. so هنايا شنو غادي ندير, المهم انا غادي نعطيكم جواب ونشرحه. if I had taken my camera I would have shot the down. هنا قلبنا الجمل, yes قلبنا الجمل. so غتكونوا لاحظتوا ان الجمل كاملهم اللي عطيتكم كاين so 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 so. اوكي سو فاش كتكون عندي سو لان هنايا سو كتعني لي النتيجه, سو اكسبريشنز اوف ريزلت. جريت فاش كيكونوا عندي الاكسبريشنز ديال الريزلت, اورايت
تتبقى ليا الجملة كما هي في الترتيب، يعني ديك الجملة اللي سابقين لينا بها هي اللي غادي نكمل، هي اللي غنسبقو، وديك الجملة اللي تابعة سو هي الجملة اللي غتكون الثانية. اوكي، ولكن فاش كتكون عندنا عبارة ديالت كوز بحال بيكوز، كتولي هذيك الجملة اللي تابعة بيكوز هي اللي غادي نسبقو. صافي، علاش؟ لان هنا شنو الحاجه اللي منعتني من انني ناخذ التصويره؟ هي اني ما ديتش معايا الكاميرا. دونك شنو غادي نقول؟ كون ديت معايا الكاميرا كون صورت. ما يمكنش تقول كون صورت كون ديت معايا الكاميرا. So this is the difference. حاولوا انكم تردوا البال، بعد الخطات كيبغيو يتريكيكم بحال هكا. So فاش كتكون عندي الـ expression of result، هذيك الجملة اللي تابعة result كتبقى في بلاصتها، يعني كتبقى هي الثانية. ولكن فاش كتكون عندي الـ expression ديال cause بحال because، هذيك الجملة اللي تابعة because مباشرة هي اللي كنكتب الاول. صافي، she is busy she can't talk to you. Alright, she is busy she can't talk to you. بصرف عندي هادشي في الباست، سوري في البريزنت. دونك غادي ندير conditional type to. Very good. If she wasn't busy she could talk to you. كون ما كانش مشغولة كانت غتهضر معك. So هذا هو الاخر ديال الدرس، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك وتبارطاجيو الفيديو مع لي زامي ديالكم، والا ما كنتوش مابونيين ما فيها باس انكم تابوناو باش يوصلكم كاع لي فيديوز جداد ان شاء الله. شكرا على المشاهده، والى اللقاء في فيديو اخر.